أهلا بكم. في إطار التردي الكبير لقطاع الكهرباء في العراق، قال محافظ وسط محمد المياحي إن مشكلة الكهرباء في العراق لن تحل لا في هذا العام ولا العام المقبل. وأكد المياحي أن وزارة الكهرباء تحتاج أولا لإصلاح نفسها قبل أن تحل مشكلة الكهرباء في العراق. وأضاف محافظ وسط أن المحافظة تعاني من مشاكل متعددة وكبيرة بيروقراطية، ووزارة الكهرباء تعد واحدة من أهم أسباب تلك المشاكل. أقر مجلس محافظة بغداد بعجزه بإلزام أصحاب المولدات الأهلية بالأسعار المحددة للأمبير الواحد. عضو المجلس سعد المطالب اعترف أن هناك نوعين من المولدات في بغداد، الأول حكومي وهي المولدات التي يزودها مجلس المحافظة بالوقود، والآخر هي المولدات الأهلية الخاصة، ولا يملك مجلس المحافظة أي سيطرة عليها ولا يستطيع تحديد أسعار الأمبيرات لها. حذرت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن من قيام بعض أعضاء مجلس النواب بالاتفاق مع من وصفتهم بالتجار الفاسدين للإضرار بالمنتج المحلي. وقالت الجمعية إن هناك خطة من هؤلاء النواب لتسويف القرار البرلماني المتعلق بحماية المنتج المحلي، وذلك لتسهيل إدخال المستورد الأجنبي. وتؤكد تقارير مدركات مؤشر الفساد العالمي أن العراق يحتل المركز الثالث في تصنيف الدول الأكثر فساداً، حيث يهدر الفساد الحكومي بشقيه المالي والإداري نحو 70% من الموازنة العامة للدولة العراقية. اشتكى أصحاب البحيرات وأحواض تربية الأسماك في محافظة ذي قار من الخسائر التي تعرضوا لها بعد انتشار ظاهرة نفوق الأسماك خلال الأشهر الماضية نتيجة تلوث مياه الأنهار. وكانت مئات الآلاف من الأطنان من الأسماك قد نفقت خلال الأشهر الماضية، فيما قيل حينها أنها حالات تسمم متعمدة للبحيرات والأنهار وأحواض الأسماك. من جهته دعا نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي وزارة الزراعة إلى تعويض أصحاب البحيرات وأحواض تربية الأسماك المتضررين من ظاهرة نفوق الأسماك في المحافظة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.